قد شرفني رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بالإشراف على مراسيم تسليم أوسمة من مصف الاستحقاق الوطني في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعني بكم اليوم. الوسام الأول بدرجة عشير من مصف الاستحقاق الوطني يعود للمرحومة السيدة عائشة باركي رئيس جمعية إقرأ، ناظرة الأعمال التي قامت بها على مدار سنوات طويلة في مجال محو الأمية مع قرار ما تنصنيف هذه الجمعية جمعية ذات منفعة عمومية جمعية إقرأ بمرسوم رئاسي أمضي في هذا اليوم من السيد رئيس الجمهورية.